بسم الله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. ربنا أرنا دروب الخير واجعلنا من أهلها، وبعد عنا الظلمات كانت ملا حسية أو اعتبارية أو أي معنوية، فلا حاجة لنا بالظلمات، بأنك أنت أخرجتنا من الظلمات فلا نعود إليها وقد أخرجتنا منها. نحن عاقلون يا رب العالمين، وبفضلك كنا من العاقلين. أما المشؤومون الذين كفروا وصدوا عن سبيلك، فنهاية هذه الآية تفسر لنا مآلهم، وسنعود إن شاء الله تعالى.